فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله من قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؟ ما الفرق بينهما وما معنى هذا الكلام؟ من قال إن القرآن مخلوق هذا صرح بأنه مخلوق فهو جهمي، أما من قال قولي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع، لأن قولي يحتمل أنه أراد التلفظ أو أراد الملفوظ به، فإن أراد التلفظ فهو صحيح مخلوق، التلفظ مخلوق. أما إن كان قصده المتلفظ به فهو جهمي، لذلك فيه تفصيل. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فيه تفصيل، هل أراد اللفظ أو الملفوظ؟ نعم.